المهم قال لي السلام، قلت له السلام، وهو يقول لي يا راه بيت بنتك عجبتني، وبنتي عندها 13 عام. قلت له لاش بيتيها؟ قال لي ودي انا بيتها، المهم نديها ونعطيك اللي يعجبك. قلت له صافي موافقة، غدا نجيب لك البنت. انا سميتي مليكة. المهم نهار الجمعة كنت خارجة انا وبنتي نتسخروا، كنا غاديين توقف علينا واحد مول الطونوبيلة. المهم قال لي السلام، قلت له السلام، وهو يقول لي يا راه بيت بنتك عجبتني، وبنتي عندها 13 عام. قلت له لاش بيتيها؟ قال لي ودي انا بيتها، المهم نديها ونعطيك اللي يعجبك وندير مع داك الشيء سطحي. المهم انا بغيت هذا يتشد، المهم البريكون دار ماشي بنات هكا، ماشي غير بنتي انا. المهم انا جيت ام وكنطلبكم باش تعاونوا معايا. لا لا، السيد عمرني شفتو في حياتي، اول مره كيوقف عليا، كنعرفوش انا، عمرني شفتو. لا بلا ما يح... انا صحاب لي وقف عليا انا بذاتي، ولكن باش قال لي بنتي وبنتي عندها 13 عام تصدمت. هو قال لي تعطي لي بنتك نديها وندير هذاك الشيء غير سطحي، ما تخافيش. قال لي واللي بغيتي نعطيه لك. ما عرفتش فين كان غايديها، ما عرفتش غير يديها. قال لي وجديها لي ونجي نديها، يكون عنده ديك 40. قال لي انا عجبتني بنتك وبغيتها، وانا فيا اللي يحيح علي ديك الساعه، واني انا ما عندي ما ندي منه ديك الساعه. صافي قلت له صافي، منين بغيتي البنت؟ مرحبا. صافي قال لي عطى لي النمره، عطيتها لي. صافي وانا داك الصباح مشيت درت به شكايه عند البوليس. المهم البوليس الله يحفظهم استقبلوني وداروا داك الشيء اللي عليهم. المهم قال لي المهم غداني اتصل بيا، قال لي انا بغيت البنت. المهم اتصلت مع البوليس، البوليس جاو يلا جا باغي يدي البنت. صافي البوليس شدوه، حيت انا بيت العداله تحقق. حيت انا ديك الساعه الا هضرت معاه ونت معاه صداع ما يدي والو، ولكن انا درت له هكاك باش العداله تاخذ لي حق بنتي. قلت له صافي موافقه، غدا غنجيب لك البنت. لا ما شكش، قال صافي هادي راه، حيت ما عرفتش دابا قال هادي طمعات، وقال لي نعطيك اللي بغيتي. قلت له صافي، قال لي البنت ما تخافيش عليها كاع، ما غاديش نقيسها. قال لك كندير هذاك الشيء غير سطحي اللي بغيتي، ما قاليش، قال لي المهم اللي بغيتي نعطيه لك. ما عطاني والو، قال له غير منين نجي البنت ديك الساعه اللي بغيتي نعطيها لك. انا جاني غريبه، انا جاني في شكل السيد قدو قد شيت مع في البنت عندها 13 عام، راه جاتني في شكل. قلت لك متى هذا مولف كيدي البنات؟ والله الله اعلم. داك الشيء قلت لك انا اللهم نمشي ندعيه ونشدو متلبس، والحمد لله شدي راه متلبس. دابا معتقل ان شاء الله غدا عندنا المحكم، عندنا تقديمين. خويا مشيت عند البوليس قلت لهم اودي شنو شنو. صافي قلت لهم راه واحد السيد وقف عليا قال لي بغيت بنتك عندها 13 عام. صافي داروا لي شكايه. المهم وقال لي هو راه غنصوني عليك في العشيه باش نجي ندي البنت. صافي درت مع البوليس، قالوا لي البوليس منين يصوني عليك؟ هو صوني لي علينا حتى حنا. صافي صونيت عليهم، فاش جا هو صافي ديت البنت. صافي شدو اعتقلو، تعتقل متلبسة. لا قال لي انت غير البنت، لا انت غير البنت. وراه انا داك الشيء اللي باش مشيت عند البوليس، انا حيت انا عارفه البوليس ما غاديش يخليوني. انا كنطلب حق بنتي وما بيتوش، انا بيتو انا يتعاقب، انا ما منيت حتى حاجه، بيتو غير يتعاقب. برا البنا يكون دابا شحال من بنت مسكينه راه مشات ضحيه، وهاد البنات ديال الوقت راه صعاب. انا بنتي راه لو كان كانت بوحدها راه يغريها راه غتمشي. 06 10 62 58 21 06 10 62 58 21 الأمهات كنوجه الأمهات يحداو بناتهم بزاف، هاد الجيل راه صعيب بزاف، وكيطمعوهم بأي حاجة، أي حاجة غيديهم بيهم، يحداو بناتهم مزيان. وأنا بغيت غير العدالة تحقق، حيت هادي ديجا يكون دار لشي بنت هكا ويزيد يدير. أنا بغيت غير العدالة تحقق، ما بغيت منو حتى حاجة، أنا غير بغيت العدالة تحقق وصافي. قال لي بغيت بنتك، ديجا قال لي أنا بغيت بنتك، عجبتني بنتك، حمقاتني قال لي بنتك هكا بهاد الطريقة، واخا صغيرة 13 عام، قال لي حمقاتني. ما طلبت حتى حاجة، قال لي وندي لنا داك الشيء غير سطحي. قال لي بلا ما تخافي، ما نقيتها لا من لولا القدام هكا قالها لي. وانا ديك الساعة قلت له واخا،
مع بهدوء برودة، حيت عارفة شنو كان. حيت انا ديك الساعة اللي هضرت معاه راه ما يدي مني غنعايرو، وانت عايرو صافي يمشي. وني درت له انا هكاك باش يشدوه، تيقك تيقني هو صافي. شد النمرة، وداك الليلة اتصل بيا قال لي واش صافي بيتي بنتك، صافي تشي عندي. قلت له صافي، قلت له صافي واخا ان شاء الله منين تبغيها صوني علينا نجيبها لك. صافي غطيني ما فاش، قالش لك دوزي لي الباب لا ولا لا ما قاليش لا. صافي ديك الساعة غطيني، كيصوني معايا مع ديك 4:30، قال لي راني هنا في العراق وجدي لي البنت انا غنجي نديها. قلت له صافي واخا كون هاني منين تكون مشيت. صافي هو صافي صوني عليا حاجة، ولا لبسيها لا جيتي؟ لا قال لي غير البنت صافي، قال لي لا حوايج لا حاجة. صافي ديت له البنت، كان غيهبط ديك الساعة يهبطها. صافي وقفوا عليه البوليس ديك الساعة، انا ما عرفتش كانت تصدم، ما عرفتش كان البوليس كيقولوا له زيد ما بغاش قاع يتحرك، تصدم ما هدرش قاع، ما هدرش ما قال حتى حاجة. صافي هبط وداوه البوليس، توصلنا عليه للكوميسارية. صافي قالوا لي انت غتسيري تنعيطوا عليك. يعني اخيرا بيت العدالة تحقق، انا بيت ناخد حق بنتي ولا شي بنات اخرين ولا كانوا وقع لهم هاد الشي، ولا انا ما بيت حتى حاجة منه، بيت غير العدالة تحقق. حيت البنت صغيرة 13 عام راه مصيبة، كانت بوحدها راه غيغويها، راه شتي البنات ذات الوقت الله يستر. واخا كتربي تعيين ما تربي، راه الزنقة كت بنات خرين، لا بنات خرين داك الشي. انا شبيت انا يوصل هادشي، حيت هادشي كتر بزاف، مش غير تحرش ولا كتير بنات صغار ولاو كيتحرشوا عليهم بنات صغارين. حيت انا بنتي عاطيه العين، عاطيه العين شافها هكا قال صافو، عندها غير 13 عام، ماشي شي وحده اللي عندها 20 ولا